لم يعدم السوريون سبل الحياة ولا زالوا يبحثون عن وسائل جديدة لتأمين احتياجاتهم وخاصة في مجال الطاقة البديلة. فؤاد أحد الناشطين في هذا المجال بريف إدلب، حيث تمكن من الحصول على طاقة كهربائية نظيفة عن طريق برميل محروقات فارغ. طلعت برأسي فكرة البرميل، شفته هو نازل من المروحي بيفتل البرميل المتفجر اللي بيلقي نظام علينا، ففكرنا نستفيد منه. فكرنا بالموضوع، عملنا هالمروحة هي اللي عبارة عن مروحة على مبدأ المروحة التوربيني من البرميل الديزل الفارغ المستعمل، يعني اللي ما له قيمة. فصلنا على شكل مروحة بمقاييس معينة، وصلنا عليه مولد كهرباء. هذا الدينامو بيولد من أول برمي ببلش يبرم، بيولد عندنا كهرباء طاقة من 12 فولت لل 50 فولت، وبقوة أمبير من 4 لل 20 أمبير، يعني بيعطينا أحسن كمان من الطاقة الشمسية. يتم قص البرميل إلى 5 أجزاء متساوية، كل منها بعرض 35 سنتيمترا وبطول البرميل، وتوضع على شكل أجنحة، ويتم وضع محور في منتصف قطعتي البرميل العلوية والسفلية، ويتم تثبيت الأجنحة على المحور عن طريق أذرع، ويتميز هذا النموذج بفعاليته وقلة تكاليفه. بسبب غلاء المحروقات وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، والألواح الطاقة الشمسية مكلفة والمراوح الصينية كمان مكلفة، لجأنا لهالطريقة هاي كله من المنزل، يعني ما في شيء مستورد، كله من عنا من البيت. أحيانا إذا في هواء بشغل براد ساعة ساعتين، إنارة تلفزيون، هيك الأمور، هاي ضروريات البيت. الجدير بالذكر أن السوريين في أغلب المناطق يعتمدون على المولدات عن طريق الأمبيرات، والتي تصل للمواطن بسعر مرتفع نتيجة حاجتها لمادة الديزل، والتي لا تتوفر بشكل دائم، بالإضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية والمراوح التي تعتبر أيضا باهظة الثمن نسبة للبرميل. الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن المناطق المحررة دعا الأهالي هنا لإيجاد حلول وطرق بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية. محمد الفيصل، أورينت نيوز، ريف إدلب.